انا برايي الرئيس مئاتي ما حيطول كثير ويحكي هذا الكلام. رجعنا نحكي بالثلث المعطل بالحسبه البسيطه اللي بنشتغل فيها نحن وعم نوزع الحقائب، فجاه نحن عم نوزع الاسماء طيب بالاسماء الحقائب بتكتشفي فجاه انه بعدكم عم مصرين على الثلث المعطل. عندك عقده تيار المردة اللي واضح انه رئيس الجمهوريه مش موافق بهذا المحل، يبدو انه في يعني في قرار انه ما ياخذ لا وزاره الاتصالات ولا وزاره لا الاشغال ولا الاتصالات تيار المردة، ما تكون هيدي حصتهم. بعتقد كان واضح اليوم او امبارح الوزيره الفرنجيه بانه نحن انه اوكي نحن بنغطي بس ما انه شو يلا انه ناخذ شو ما كان بمحل. وعندك العقدة الدرزيه كمان بمحل معين واضح انه في مشكله حواليها بهذا المحل. هولي ابرز ثلاث عقد بموضوع الحكومه، وهذا اللي كنا عارفينه نحن، بس نحن كنا عم نقول بناء على اجواء اللي انتم عم تقولوا انه اجواء تفاؤليه وانه اجواء هيدا. من يوم اللي امبارح طلع بيان رؤساء الحكومات السابقين وطلبوا من رئيس الجمهوريه فك العقد تعيد تشكيل الحكومه، كان في معلومات واضحه انه رجعنا نحكي بتلت معطل لما عم نسقط الاسماء على الحقائب. وفي بعض العقد اللي لها علاقه مثل ما قلت لك تيار المردة ووزير وليد جملاط وحتى موضوع طلال ارسلان، يعني العقد الدرزيه تحديدا بهيدا المحل. وحتى اللي بين انه اثناء النقاشات بين الرئيس المكلف والرئيس الجمهوريه ايضا منع رئيس المكلف في انه يسمي اسماء مسيحيه بالوزاره، يعني مثل ما تم التعاطي مع سعد الحريري بمحل انه لا هيدا نحن وبنشوف وبنعطي، انت بتعطينا رايك بهذا المحل، ما ممنوع على رئيس المكلف انه ياخذ القرار بتسميه وزراء مسيحيين. بس الاساس اذا بدك العقد الاساس اللي هلا هي عم ترجع تتظهر من اول وجديد هي مساله الثلث المعطل. هذا الفريق وحكيناها وبنرجع نقول لن يسمح بتشكيل هذه الحكومة قبل أن يضمن مستقبل 2022، مستقبل التيار الوطني الحر، مستقبل جبران باسيل، لأنه بالنهاية رئيس ميشيل عون خلص بده يظهر بعد سنة، شئنا أما بينا الدستور بيحكم بهذا المحل. ولكن لن يظهر لن يخرج اليوم الضوء الدخان الأبيض لهذه الحكومة قبل أن يتم ضمان مستقبل هذا الرجل بالمرحلة الجاية، وإلا علينا وعلى أعدائنا بلا حكومة نوصل للانتخابات النيابية مثل ما كنا عم نحكي هلا نعتمد على حلفائنا. وخلينا نتذكر بس لاختم هون اللي قاله نائب الرئيس ميشيل عون كتيار الوطني الحر، مش نائب رئيس جمهورية، نائب الرئيس لما قال بحلقة إذاعية انه نحن اذا بدك فريقنا السياسي الاقليمي هو اللي ربح هو اللي انتصر ونحن نستعد لنستقبل نتائج هذا الانتصار الاقليمي بانتخاب بشار الاسد مجددا في سوريا، بالمفاوضات باعاده المفاوضات الايرانيه مع يعني اتفاق جنيف فيينا، وبالتالي نحن هذا المعسكر نجح الاقليمي نجح، واليوم نحن بانتظار انه نكرس هذا النجاح بنتائج على الارض اللبنانيه. هيدا هو المفهوم اليوم اللي عند التيار الوطني الحر، انه فريقهم نجح وبالتالي حزب الله وحلفائه نجحوا بالاقليم، وبالتالي اليوم نحن ليش بدنا نقدم تنازلات هيك من دون اي طام لما انه قادرين نجمع مجلس اعلى دفاع ونحكم، طالما في حكومه بتصريف اعمال وطالما في اكثريه نيابيه يسيطر عليها حزب الله، خلينا ننتظر هيدي الفتره تمر. هون بدك تشوفي هل المجتمع الدولي قادر بلحظه معينه فعلا يفرض شروطه ويفرض حكومه ويفرض انتخابات نيابيه، اما بكل مره للاسف المجتمع الدولي بيتركنا لتوازن القوى، وطالما توازن القوى اليوم بايد مش بايد هذا الفريق اليوم اللي عم يحاول يعمل حكومه، خلينا نكون صريحين، اليوم التوازن الاقليمي مش لمصلحه هذا الفريق، هذا التوازن الاقليمي لصالح حزب الله ولايران بمحل معين، وبالتالي اليوم المجتمع الدولي باخر الشيء بيقول لك انا بتعاطى مع الاقوى يلي قادر يعطيني واعطي، وبالتالي هون الرهان. هل سيستطيع المجتمع الدولي الامريكان الفرنساويين الاوروبيين كلياتهم انه يضغطوا ليصير في حكومه وبالتالي يصير في انتخابات، ام حيتركونا اسرى بين ايدين العهد؟